ضيف فريد على قناة أنفاس بريس هو فنان شعبي مخضرم هو صالح المزابي. صالح المزابي مرحبا بك على أنفاس بريس. ترحب بك الدنيا أخويا، وشكرا لأنفاس بريس على هذا اللقاء الصحفي، وكنشكركم بزاف. مرحبا بك. قول يا سي صالح المزابي، يعني بعد سنوات يعني أنك ما بقيتيش كتكون حاضر في المهرجانات، ولكن المهرجان العيطة رجعك للمنصة. الحمد لله، تم الاستدعاء ديالنا مؤخرا، والفضل كيرجع لوزارة الثقافة وسي مصطفى برطوم، وسي مصطفى برطوم اللي ناضل من أجل هاد التراث الشعبي والعيطة المرساوية البيضاوية. والحمد لله كانت بادرة طيبة، وإلا كان هو بالنسبة مهرجان، حنا كان بالنسبة لنا شيوخ العيطة كان عرس، لأن تلاقاو فيه شيوخ كاين ربما اللي ما شافش صاحبو 15 عام 20 عام، تلاقينا في هذاك المهرجان، والحمد لله كان في المستوى العالي، وكان التنظيم حتى هو في المستوى. واش هما اللي كيعطوك فين تطلع؟ اش من منصة واش من مدينة، ولا نتوما اللي كتختاروا؟ لا، هما اللي كيختاروا، تيختاروك وكيحطوك على حساب العمل اللي كتنتمي لها. لا، ربما ماشي على حساب العمل، وانما على حساب المجموعه اللي عفوا، على حساب المجموعات اللي معاك. الا كان المستويات ما كتشابهش، كيحطوا واحد المجموعه اللي ربما خصها تعطي اللون العيطي المرساوي في المستوى ديالو. هما كيرشحوك فين غادي، هما اللي كيختاروا المجموعات فين غيلعبوا، واش من منصه غيلعبوا فيها، واش من مدينه غيلعبوا فيها. انت اختصاصي في العيطه المرساويه؟ لا، اختصاصي حتى في العيطه الحسباويه، حتى في العيطه الحسباويه عندنا الحق. يعني جميع العيطات، جميع العيوط، جميع حتى الناس ديال الحسبه ديال العبده، هما تيخدموا العيوط ديالنا، وحنا كنخدموا العيوط ديالهم. حنا كنا كنجلسوا مجموعين وكنتمرنوا مجموعين، هما اصدقاء ديالنا وصحابنا. وعلاش ما شفنا السي صالح في المهرجان ديال العيطه الحسباويه ديال اسف؟ هو كنت دزت انا واحد المره، ولكن دزت بواحد المستوى عالي، دزت بواحد المستوى عالي، وربما كاينين جنود الخفاء وكاينين اعداء الخفاء، اللي كي ربما هما ما كيبغوش تكون معاهم انت باش ما تبينهمش هما بواحد الصوره. وعلى سبيل المثال قال لك عند الامتحان يعز المرء او يهان. ملي كطلع المنصه راه انت بنتي واعر عليهم. ماشي بنت واعر عليهم، المهم انا اديت الواجب ديالي اللي كيما خصني اديه، وكاين المنافسه وكاين الحمد لله. هذا كنت نتمنوا يستدعيونا ان شاء الله ثاني، وعيب البحيره تفتاش. احنا ملي استدعونا المهرجان ديال العيطه المرساويه، اللي شرف ليا كبير بانني انا نكون فيه، والفضل كيرجع للسي مصطفى برطوم اللي ناضل علينا وناضل على التراث، والسي حسن النجمي المناضل الاول. تحيه ليهم من هذا المنبر، كنحييه من هذا المنبر. الفضل كيرجع ليهم، لان اول مره كنشوفوا بان هذا المهرجان ديال العيطه المرساويه، كانوا من قبل كانوا مهرجانات كتشوف فيه العيطه المرساويه، لكن ملي كتجي تقلب فيه كتلقى فيه قناوه، ملي كتقلب فيه كتلقى فيه واحد الانسان لا علاقه له، ما عنده لا كاريزما لا حاجه له، يعني ما كيمشيش في اختصاص ديال العيطه. ماشي اختصاص، كيكون ما عنده حتى علاقه، هو ما عنده حتى شي حاجه، ما كيفهم لا في عيطه. وكيبانت لك انت الدوره الاولى ديال مهرجان العيطه؟ كانت ناجحه ما شاء الله تبارك الله، الجمهور غفير، والسلطات ديال بن سيكسيدي عثمان قامت بالدور ديالها الرائع، اللي كان واحد النظام وواحد الامن والامان. كي كان الاحساس ديالك انت السنوات ما طلعتيش شي مهرجان يعني تطلع؟ لا، ماشي سنوات عندك شي متفرق، ماشي سنوات كان الاحساس ديالي جميل. اول بعدك انا ياك في بلادي انايا، تيقول لك اهل مكه ادرى بشعابها، كانت كتضرك خاطرك ملي كتلقى مهرجان انت يا ولد البلاد وعندك الخلق وزيد هنايا، وما كتكونش فيه وكيكون فيه واحد براني. هو ماشي بالنسبه ليا ماشي براني، ولكن انا الاولى بالنسبه للمهرجان ديال العيطه. يعني هاد الناس تهلاو فيكم ماديا؟
نعم نعم تهلاو فينا ماديا. ما كاين لا مشاكل لا ما كاين لا مشاكل لا والو. كلشي بخير وعلى خير. كلشي بخير كلشي مشى فرحان كلشي 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 داز فوق فرحانين ماديا ومعنويا. فهم الجمهور الكريم هو انا راه اختصاصي في العيطه. وعندي الاغنيه المعاصره كاتب وملحن وعازف جميع الالات الوتريه. ما شاء الله. واخر البوم اللي كان تسجل مع دونا اللي بعض الناس ما بغاوش يجبدوا الاسم ديالي، انا اللي سجلت مع الالبوم الاخر وكان ناجح مع الشيخ دونا. مع الشيخ دونا. وبعض الناس كيتفاداوني ما كيبغوش يذكروا الاسم ديالي انا. واش انت سي صالح مزابي كتشوف بان شي وحدين معاك في الدومين كيحاربوك؟ راه قلت لك كاينين جنود الخفاء وكاينين اعداء الخفاء. ما تيحاربوك الا وانت كاين. انا البوم مع الفنانه دونا اللي شحال هذه من عام انسحبت ومن رجعات. انا اللي رجعت انا رجعت معايا انايا وهي تبارك الله ما شاء الله عليها عطات مزيان وخدمنا معاها مزيان ولكن انا لا يذكر اسمي. ما كاينش انايا. ما عرفتش واش بالصدفه ولا مستهدفه. ولكن الحمد لله الحمد لله ملي تعطاتنا فرصه راه انسان راه حنا حاملين المشعل ديال العيطه المرساويه. و الجديد ديالك فهاد الصيف هذا؟ الجديد ديالي هو كاين البوم ديال كاين البوم ديال ديال القديم الجديد اللي تا هو غادي نسجلو ان شاء الله. الاسم ديالو وما الاسم يبقى يبقى خفتي لي يحاربوك؟ لا غيجيز لك العنوان ويمشي نسبوا لي خربق عليه شي تخربيقه. المهم كاين جديد البوم جديد. كاين البوم جديد وكاين سهرات مهرجانات وكاين البوم ديال الاغنيه المعاصره تا هو من كلماتي والحاني. غتسجلوا في الاستوديو؟ غنسجلوا في الاستوديو ان شاء الله. وشي سهرات ومهرجانات؟ كاينه شي حاجه كاينه شي حاجه ان شاء الله في الطريق. تحياتي سي صالح شرفتيني على انفاس. الله يبارك فيك. تحياتي.